مساء الخير على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال. ضيفتي النهاردة في أول حلقة من برنامج مع أنوثتك وجمالك هي ضيفة متميزة وموهوبة ومتعددة المواهب. ضيفتي النهاردة هي مصممة أزياء، سهل جدا إنها تبتكر وتنفذ تصميماتها بسهولة. ضيفتي النهاردة شاعرة ومبدعة وعاشقة للرسم. ضيفتي النهارده هي الأستاذة مها السكران، خبيرة التجميل والعناية والاهتمام بالبشرة وبالشعر. أستاذة مها، مساء الخير بحضرتك، نورتينا النهارده في البرنامج. عاملة ايه الله حضرتك؟ يخليك ربنا يخليك. برضو أنا سعيدة جدا النهارده بوجودي معاكم، واسألي اللي تحبي تسألي فينا تحت ربنا أمر. يخليك، نورتينا. في البداية أستاذة مها، تساقط الشعر مشكلة بقت مزمنة جدا في الفترة الأخيرة، يعني بقى في أسباب تساقط الشعر كتيرة جدا، هل ده ليه علاج؟ ايوه طبعا اكيد له علاج. اولا انا احب اتكلم ان انا كل العلاج اللي انا بتعامل بيه مع البشره والشعر كلها مواد طبيعيه، ما بحبش اتعامل مع المواد الكيماويه. كلها حاجه ربنا خلقها لنا من الطبيعه نتعامل بيها. معنى كده انك بتبتعدي تماما عن الحاجات اللي فيها حاجات صناعية والكيميكال، كل ده بتستغني عنه في شغلك؟ لازم، انا ده مبدئي ما بتعاملش معاه خالص. يعني اولا كان بيقولوا ايه زمان، اذا ما فادت الاعشاب اذا ما فادت ما تضر. وطبعا الاعشاب مفيدة جدا للجسم، هتفيد اكيد، بس اقول طبعا لك في حالة اذا ما فادت ما تضر، يبقى مش هتضرنا في نفس الوقت. لكن لو اتعاملنا مع الكيماويات ايه اللي بيكون لها اثار سلبية كتير على حاجات تانية في الجسم، واحنا ليه نأثر على الجسم؟ طب ما ربنا خلق لنا سبحانه وتعالى كل حاجة في الطبيعة وابسطها خالص. يعني مثلا تساقط الشعر، حضرتك عايزه تعرفي ايه اسبابه مثلا طبعا او وازاي ان احنا نعالجه. ليه علاقة تمام. بالطفولة يا أستاذة مها؟ طبعا له علاقه بالطفوله. بدايته الام بتعمل ايه، بتمسك البنت الصغيره وهي بتسرح لها شعرها، لو شعرها مجعد بتبتدي تربطه ببكلات صغيره. يعني انا بلاقيهم كده جايين لي المركز ده خطر بالطريقه جدا دي. طبعا على الشعر، ايوه، لأن هو البصيله لو اتشدت الشعر بتنتهي خلاص بتموت، ملهاش وكمان عادة بتضر تاني، ثروة يعني الراس. بصعوبة على ما نرجع نرجعها تاني. لكن تمام، التساقط العادي اللي بيقع لوحده ده بنرجع بترجعي تاني انك تبدأي من بنرجع البداية تعالجيه. بالظبط كده، بنعالجه تمام، وبيطلع تاني. ايه بقى ان احنا نقدر العلاج ليه؟ تمام، اولا الوقاية. الوقاية. الوقاية نعمل ايه؟ المعاملة مع الشعر، المعاملة مع الشعر الصح، المعاملة السليمة، ان انا ما اخرجش مثلا بعد الحمام اخرج بشعري بدون فوطة عليه، يتعرض لصدمة هوائية هيقصف. واصلا بعض الناس بتقولك لا شعري انا بلاقيه جاف وخشن وبيهيش بسرعة. انت طب بتخرج يتفادوا الحاجات دي ازاي؟ يعني ايه النصيحة اللي ممكن حضرتك تقدمها لهم وتكون سهلة ومبسطة في ان هم ازاي يمشطوا شعرهم، ازاي مثلا يهتموا بيه، ازاي يبقى ادائهم كويس لشعرهم؟ اولا استعمال الشامبو يكون نوعيه كويسه جيده، ما فيش داعي طبعا لذكر اسماء، ولكن نوعيه كويسه جدا. بالنسبه بعد الشامبو لازم نتشطف كويس جدا، وبعدين هحط كميه من البلسم. البلسم تمام، حاجه بترطب الشعر وبتغذيه لفتره، بس في وجود بعد الشامبو يعني مثلا 3 دقائق بالكتير قوي، ما قعدوش اكتر من 2 3 دقائق، واشطفه كويس جدا. بعض الناس بتجي لي ايه المركز، الاقي ملمس شعرها، ايه يا بنتي في ايه، انت ما شطفتيش شعرك من البلسم؟ تقول لي ما اصل البلسم يبقى كويس، بلاقيه طري على شعر. لا يا يعني في بنتي، السنتر عند حضرتك في معالجة للشعر، ايوه طبعا في معالجه حضرتك لازم، ايوه بتعالجي؟ طبعا لازم اعالج الشعر. انا اصلا لما بلاقي الشعر طبعا انا بتضايق عشان طبعا ده شيء شعر طبيعي. المرأة هو تاجها ايوه وزينتها، تاجه، جمال المرأة في في شعرها. شعرها. تمام، وبعدين بيأثر على الحالة النفسية طبعا. لما طبعا الاقي شعري جاف وناشف وشكلي مظهري بص قدام المرايه والاقي شكلي مش حلو، اكيد طبعا بيأثر على طب نفسيتي بتلجأي اكيد. لنفس المستحضرات اللي متواجدة ولا بتلجأي للطبيعة؟ لا طبعا الطبيعه، الطبيعه في الطبيعة. كل الاحيان زي ما قلت لحضرتك، ما كملناش ان احنا لما نحط البلسم على الشعر بنشطفه كويس جدا، بعديها بنعمل ايه، بننشف بالفوطه كويس جدا وبنلف الفوطه على الشعر مش اقل من نص ساعه. نص ساعه، بعد النص ساعه ببتدي امشط شعري، بيكون طبعا الفوطه بخرت الشعر، الهواء من داخل بعد الغسيل اتبخر، تمام، الشعره بتبقى طريه، الميه اتسحبت منها من خلال الفوطه. بعد كده ببتدي امشطه بهدوء، بيكون بقى رطب بس بسيط، لكن ما سرحش علينا هو مبلول خالص، بيتقطع وبيجف وتبقى حاله سيئه للشعر.
باجي بعديها بقى بسرحه بهدوء خالص، وابتدي احط له زيت مرطب، نبعد عن الزيوت الدهنيه اللي منتشره دلوقتي في الاسواق، وكل واحد عامل له خلطه وتركيبه والكلام ده. طبعا شيء خطا، هو في زيوت بتفيد الشعر وفي زيوت بتضر الشعر. الزيوت الطياره بتفيد الشعر، الزيوت الدهنيه بتضر الشعر. يعني اعرفهم ازاي مثلا؟ هتقولي اعرفهم ازاي؟ هقول لك ببساطه، ببساطه جدا، لما اجيب زيت مش عارفه مصدره منين او جبته وخلاص عشان اختبره بقى ان هو مضر او مش مضر، اه هعمل ايه؟ هحط منه شويه على خصله مش عارف، تمام. هجيب استشوار واجففه، اذا دخن هيلزق بنفس الوقت، اه اعرف ان هو دهني، هي هي طيب انا مش معايا هيفيد اتصال تليفوني، ممكن حضرتك ناخده؟ اوكي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ممكن اكلم الدكتورة؟ اتفضلي 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 استاذة دكتورة، وانا مها مع حضرتك. شعري بيتساقط بغزارة جدا ومفيش اي حاجة نافعة معاه ان هو يتظبط، فمش عارفة ايه الحل الانسب ليه. طيب حضرتك عملتي تحليل هيموجلوبين؟ شفتي الدم عندك قد ايه؟ اه مفيش انيميا. لا مفيش، كويس. مفيش انيميا. طب الحالة النفسية؟ إيه عادي، ضغوطات الحياة العادية يعني من وقت للتاني. طيب. والشعر بيتسقط اكتر من 100 شعرة في اليوم؟ اه كتير، بيبقى بشكل مهول. طيب والله حبيبتي هرد عليكي، حاضر. شكرا. بالنسبة لل ماشي، بشكر الأستاذ أستاذة أسماء على اتصالها معانا ومستنيين تليفوناتكم. اتفضلي حضرتك. بالنسبة للأستاذة اللي اتصلت، أنا بطمنها، لو كان الحالة سيئة جدا زي ما هي بتقول ومفيش أنيميا، نفسيتها متظبطة، يبقى أكيد لازم إن هو في شيء غلط. أولا أنا نسيت أسألها، هي بتصلي ولا لأ؟ لأني الصلاة ده سبحان الله وتعالى ربنا يعني جعلناش فيه 5 أوقات في أكيد اليوم، طبعا. الدم الشعر بيتغذى على الدم، البصيلة نفسها اه تتغذى على الدم، إذا ما وصلش لها الدم بتقع. فإذا أطالت السجود خليها تجرب كده، يعني تطول السجود هتشوف شعرها هيتحسن قد إيه. تاني حاجة، بنعمل مساج للشعر، مساج من وقت لآخر مدة 2 دقيقة مش أكتر من كده، وبأنام الأصابع مش بالضوافر، اه بنعمل مساج لمدة 2 دقيقة وأكيد بيبقى كويس. وفي خلطة كمان لو تحب تكتبها، بنحط زيت لوز حلو، تمام. يعني مثلا 10 جرام من زيت اللوز الحلو، وزيت اللوز المر 5 جرام بس، وزيت الزيتون وزيت حبة البركة، وده طبعا مذكور وصفة طبيعية يعني في الأحاديث والحمد لله، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، عليه يعني الصلاة والسلام. زيت حبة البركة زي حبة البركة تشفي من كل داء طبعا إلا السام طبعا اللي هو طبعا. الموت. فطبعا أكيد لابد إنها هتخف عليه. هتخلط المجموعة ديت وتحطهم تمام. في إزازة صغيرة، وتبتدي تحط من 10 ل 30 نقطة في شعرها، ده بعد الغسيل وبعد التنشيف زي ما قلت تمام، بالفوطة علشان كويس. تتفادى اي أيوه سقوط هيبقى للشعر. هيغذي أطراف الشعر. وموضوع المساج والزيت لما نحطه على البصيلة نفسها وعلى الفروة بالتدليج الخفيف هيخفف لها إن شاء الله التساقط، بس أكيد في حاجة في النفسية. انا بقول تاني علشان موضوع التساقط، طالما ما فيش انيميا يبقى حالة تانية. طيب موضوع النفسية برضو حضرتك، ده ليه علاقة بثعلبة الشعر؟ ايوه طبعا اكيد له علاقة بثعلبة الشعر. بالنسبة بقى للثعلبة دي اللي بتجيلي حالات وبنات صغيرة في الوقت ده كتير جدا، ليه مش عارفة. اولا البنت بتقوم من النوم بعد العصر، اكلت ايه؟ فطرت؟ ما فطرتش، فطرها بيكون بعد العصر، طبعا ده بيأثر على شعرها. ما دام ما كلتش كويس، ما دام ما اتغذتش كويس، يبقى اكيد هيكون عندها انيميا. تمام، ده الثعلبه مرتبط بده. بتيجي من الانيميا ومن الحاله النفسيه، لما تنام زعلانه تقوم من النوم تلاقي شعرها جنبها على المخده واقع. لكن احنا دلوقتي هنا ده اسبابه اللي هو الحاله النفسيه والانيميا. طيب المعالجه ايه؟ المعالجه ان انا بسيطة خالص، من البيت عندك من المطبخ، تمام. باخد فص ثوم واقسمه من الوسط، وامسك فص الثوم وادعكه في الفروة او ادلك بيه الفروة لمدة مثلا 3 دقايق او 4 دقايق واسيبه. بعد يوميا ساعة طبعا. لازم يومين، ما ساعة لما واقع الشعر خالص. بعد ساعة بالظبط ببتدي اجيب الليمونة،
اقطعها نصين برضو وادلك بيها الفروه، لان الليمون سبحان الله ده اعشابه طبيعيه اهو. الليمون ايه، في مضاد حيوي، مضاد حيوي طبيعي، اللي احنا يبقى بنقول زقليه هيطهر بعد كده. الفروه، اللي احنا يبقى فعلا هيطهر الفروه من الميكروبات. تمام. بعد كده بسيبه، اجي تاني يوم اعمل نفس القصه. طبعا انا هعمله مره كل يوم، هحط زيت الثوم بقى، يعني مره الثوم ومره زيت الثوم ومره ومره بعديها بساعه او الليمون. ساعتين احط الليمون، طيب وبعد ناخد كده اتصال هشطفه تليفوني كويس. تاني لحضرتك. اوكي. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت انا كنت عايزه اسال الدكتوره، انا شعري مقصر، المفروض ان انا بقص طروفه، اقص طروفه كل قد ايه؟ ويا ترى فعلا قص الطروف دوت بيطول الشعر ولا ما بيطولش؟ يعني في دايما بنسمع في الكوافير ان بتاع الكوافير يقول لي قصي شعرك عشان يطول، ففعلا دي حاجه حقيقيه يعني بتحصل ولا هو بيقول كده وخلاص يعني؟ طيب استاذه ما هتجاوب على حضرتك، هي بتقول بشكرك على اتصالك. قص الشعر، هي بتقول لحضرتك هي شعرها مقصف، هل لما هي تقص شعرها ده يفيدها ولا يضرها؟ لا، هو عادة الشعر قصه مش علاج، مش علاج لا مش علاج، يعني ما العلاج ينقصوش. لا ما نقصهوش طبعا. العلاج في ايه؟ في ايه؟ العلاج في المعاملة اللي انا قلت عليها من شوية، ان احنا نعمل الشعر كويس، التقصف. تمام. بندهنه بزيوت، وزيوت تكون طبعا موثوق فيها، مش عايز زيوت زي ما انا قلت، هنحط تركيبه بسيطه خالص. طب انا شايفه ان في مع حضرتك هنا زيوت، فكلمينا عن الزيوت اللي حضرتك هو طبعا عاملينها. من المعاناه اللي الناس بتعاني منها الزيت ده، انا عملته من سنه 90. ده كان برضو وانا بره مصر، تمام. علشان القصه بتاعت التساقط والتقصف والثعلبه والقشره. فعملت الزيت ده ونتيجته الحمد لله ربي كانت كويسة جدا مع الناس، وكانوا مبسوطين منها جدا، لدرجة ان هي في صلع نسائي نتيجة السكر ونتيجة برضو الحالة النفسية. بيحصل حاجة اسمها صلع نسائي، تلاقي البنت او الزوجة شعرها من الامام خفيف جدا، وده شيء دلوقتي للاسف لقيته هنا في مصر منتشر جدا. منتشر جدا. ايوه. علاجه بسيط جدا، ده مركز، يعني بنحط من 10 ل 20 ل 30 نقطة حسب طول الشعر، بنوزعهم على الفروة، وبنحط على الشعر برضو، مش بس الفروة، الشعر لازم يتعالج. يعني بعض الناس تقول لك من بره بس ما ينفعش، الشعر لازم يتغذى من الداخل. ماشي، انا اغذي شعري من الداخل واغذيه من الخارج برضو، ولكن الدليل على كده انا لما بتكون ايديا مثلا خشنة، تمام، من نتيجة الماء والصابون بالإيه، علشان قطر، يعني لو سبتها كده بتفضل تتشقق ولا جفاف، وممكن تجيب جروح كمان. بعمل ايه؟ بدهن زيت على ايدي، او نوع من الكريم يكون بالعسل مثلا او بزيت الزيتون، بعد الغسيل وبدهن ايدي بلاقيها بقت طريه، بلاقيها بقت كويس. الشعر زي كده، لو انا سبته جاف هيجف اكتر، لازم ادهنه زي الشجره، زي الزرعه، تديها ميه ترشيها من ميه هترعرع وتبقى كويس، تسيبيها هتجف. الشعر زي كده بالظبط، انا بديله من بره، بغذيه من بره وبغذيه من الداخل علشان يعطي لمعه. وحاجه بسيطه قوي ممكن تدهنها من البيت. في حاجه كمان بعد الغسيل، بحط معلقتين عسل على لتر ميه وبشطف بيه شعر، هيديله لمعه حلوه قوي. غسيل طيب، عسل من الطبيعه. عايزين نتكلم مع حضرتك على تجاعيد البشره. بالظبط، حلو قوي السؤال ده يا ريم، جميل، ودايما بيسالوني عليه كتير في المركز. تجاعيد البشره دي عايزه المعالجه ولا عايزه انا عايزه اتكلم ليه بقينا في الفتره الاخيره بلاقي ان دايما المنطقه حول الفم وحول العين بقت دايما عليها تجاعيد تجاعيد. ناخد تليفون من السعوديه لحضرتك ونرجع ماشي تاني ماشي. لحضرتك. الو. ايوه يا فندم، السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اتكلم مع الاستاذه لو سمحتي؟ طبعا اتفضلي. ايوه حبيبتي اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام، عليكم ورحمه السلام. الله، اهلا وسهلا. كيف حالك يا استاذه مها؟ اهلا وسهلا حبيبتي، اهلا وسهلا. انا بس والله حابه اشكر حضرتك جدا جدا على الدواء اللي بتقولي قبل كده لحد الشباب، وعلى الزيت اللي بتقولي البنت اللي كانت عرايه بتساقط، والله يبارك لك وحابه اشكرك جدا. ايوه اهلا وسهلا يا فندم. حضرتك في الرياض ولا في مكان تاني؟ ربنا يبارك لك يا رب ويسعدك. طيب، انا متشكره على كلامك ده، وهي خفت من الحبوب الحمد لله. لا والله الحمد لله، الله يبارك لك، الله يسعدك يا رب. الله يبارك في عمرك. وبالنسبه لشعر بنتي اللي كانت بتتساقط وتتقصف، اللي خدناه بالزيت السوري المصري. عفوا بس ممكن تعلي صوت حضرتك عشان نسمع. عندك شعر بنتي اللي بيتقصف. ايوه،
شعر بنتك شعرها بالقصة واتوسط وخدت منك بيت الحمد لله، بقت كويسة جدا الحمد لله. طيب الحمد لله يا فندم، الحمد لله. انا والله حابة اشكرك جدا. لا تحت امرك يا فندم، ولو جيتي مصر شرفيني، تحت امرك يا فندم، وان شاء الله قريب هبقى عندكم ان شاء الله. ماشي، بنشكر حضرتك، بنشكر حضرتك على اتصالك. استاذة مها، اول حاجة ايه هي خطوات علاج تجاعيد البشرة؟ تجاعيد البشرة هو اسبابها، الاول نقول اسبابها ايه. البنات الصغيرين اللي بيجي مثلا سن بعد ال20 وتلاقيها المنطقة دي حصل فيها شوية تجاعيد وكمان اغماءات وحول العين. تمام. اسبابها سبب بسيط قوي، في في النوم، نومه خطا، تلاقي ان انت نايمه وحاطه ايديها تحت جبهتها كده تحت وشها، فهنا الجزء ده بيتني كده خلاص يوم عن يوم. ده بالظبط زي اللي بيعمل مساج او بيعمل، او لما يكون عندي مكان عايزه افرده بعمل له مساج. تمام. دبت كده، هي من كتر كل يوم بتعمل كده للاسف بتتجعد في المنطقه. تمام. في حاجه تانية، البنت بتفضل تعمل ايه طول ما هي قاعده؟ بتدعك في عينيها، بتدعك في عينيها، المنطقه دي بيحصل لها تجاعيد. لان دي المفروض ان احنا نتعامل مع الطريقه ازاي، لما اجي حتى احط كريم حاجه على بشرتي بعمل كده، شايفاني يا استاذه بعمل كده. تمام. ما بعملش كده، ما بدعكش خالص خالص، المنطقه دي ما تنفعش انها تدعك خالص او تتشد، لازم اعمل كده بالطريقه دي كده. وده حاجه كويسه لحوالين العين زي علاقه طبيعيه كمان بالظبط كده. بالظبط كده، هنا تلاقي البنت ده طول ما قاعده تعمل كده 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 ينزل المكان ده. ليه انا بقول لك ارفعي التجاعيد من هنا بالشكل ده؟ باخد لفوق، من لفوق، واخده بالي؟ هنا جاذبيه لتحت، لما اعمل كده هينزل المنطقه دي هتنزل، لكن باخد الكريم او الزيت اللي انا بعمله بسحبه من تحت لفوق، بسحبه من تحت من 10 ل 20 مره برضو في المنطقه دي بعمل كده. وبعمل كده لو في هنا جزء، في بعض الناس وهم صغيرين تلاقي ده خط، واخد خط كده عملت لها تجاعيد طول ما قاعده بتعمل كده بتعمل كده. طب ليه؟ ده بالظبط زي لما تحبي تعملي تشدي حاجه بتعملي لها رياضه. بالظبط كده، انت كده بالشكل ده بتعملي رياضه للبشره. بالظبط كده. طيب ايه هو علاج عيوب البشره؟ علاج عيوب البشره احيانا بتلاقي مثلا في بقع غامقه، في مثلا حاجات نتوءات بتبقى في البشره، حضرتك توصفي ايه او تحليها ازاي؟ سؤال كويس برضو. احنا نعمل ليها، لازم البشره لازم تتغذى. لازم تتغذى. اولا الغذاء الداخلي، طبعا هناكل خضروات كتير وفاكهه كتير، وده هيفيد طبعا مش بس البشره، هيفيد الشعر كمان. تمام. والخضروات ما ارخصها يعني، طبعا جرجير، بقدونس، الحاجات اللي هي الطبيعيه، خس كتير جدا، خس فيزيوتيرا حلوه جدا، مفيد جدا طبعا. بنعمل ماسك بسيط قوي خالص للبشره عشان تشيل لنا البقع اللي بتقولي عليها، وكمان الكلف والنمش كمان معاها بالمره. معلقه عسل نحل، ويكون عسل حقيقي، مش عسل واحد حاطط لي برطمان فيه جلوكوز وحاجات زي كده بيبيعوها منتشره للظاهره دي دلوقتي. لا، عسل من مكان موثوق فيه. باخد معلقه كبيره وحط عليها نص معلقه ترمس مر مطحون. تمام. ومعلقه زبادي، وبتخلطوا مع بعض كويس جدا، وده موجود طبعا ومش غالي، وبنوزعهم على البشره نص ساعه بالظبط. اذا حبت تخليها اكتر فده شيء مفيد، وده كل يوم بتعمل مره، بيشيل كل البقع اللي في البشره، بيوحد لون البشره، وكمان بيساعد على التجاعيد كمان. طيب ناخد اتصال تليفوني تاني لحضرتك. ماشي يا فندم. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. اكلم الدكتوره لو سمحت. طبعا اتفضل. دكتورة السلام عليكم الأول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا دكتورة، أنا كنت يعني بصراحة كده من هواة الجل والاستشوار والحاجات ديت، عشت فترة كبيرة قوي كان شعري كويس جدا. طبعا دلوقتي يمكن شعري بيقع أكتر من أي حد، أكتر من بنت حتى. يعني كل ما أسرح طبعا شعري بيقل عن الأول. أنا طب، أنا مش يعني مثلا مش شعري هيقع في يوم من الأيام أو هطلع، لا، ده انا يعني عارف ان انا مش هوصل للصلعه، فهو بيقع من اللي انا فيه دوت، اللي انا كنت بعمله بستخدم استشوار، كنت بستخدم الجل وجميع الكريمات والكلام دوت. دلوقتي انا بندم على اللي حصل دوت ومش عارف اعمل ايه. في نفس الوقت كتير سالت كتير، قالوا يعني الدواء او العلاج للموضوع دوت مكلف جدا، وانا عايز حاجه طبيعيه. عايز وصفه طبيعيه.
يعني معناش فلوس بقى يا دكتور. لا تمام ماشي، شكرا لاتصال حضرتك، واستاذه مها هترد عليك حالا. انا احب اوضح، انا طبيبه اعشاب. هو عايز حاجه طبيعيه. هو عايز حاجه طبيعيه. طيب هو للاسف كان بيستعمل الجل طبعا، وده من الاسباب المؤديه للتساقط الشعر، وده خطير جدا، ويا ريت كل اللي سامعاني وسامعني ما يستعملش الجل ده ابدا على الشعر. عندك في البيت، حاجات ربنا خلقها سبحانه وتعالى، زيت الزيتون على فكره، وزيت الذره كمان مفيد جدا للشعر، وده موجود اهو بنطبخ بيه كمان، يعني الحاجات دي كلها مفيده. بتاخد 5 جرام من زيت الذره و10 جرام من زيت الزيتون، وبناخد جرامين من زيت القرنفل، وبناخد 5 جرام من زيت النعناع، وكمان زيت الحبهان وزيت الكثيره. هو ممكن زيت الكثيره اللي يبقى نادر شويه موجوده هنا، لكن لو ما لقيناهوش ما فيش مشكله، هنحط 5 جرام من زيت الحبهان وزيت النعناع 5 جرام، وبنخلط المجموعه مع بعض، وبتعمل لي وزيت الخروع كمان 5 جرام او 10 جرام ما فيش مشكله منه، بس هو عشان دهني شويه. وبعدين بنخلط المجموعه مع بعض، وبنعمل مساج، لازم تدليك في الفروه يوميا مش اقل من 5 دقائق، وزي ما قلنا نطول السجده عشان الدم ينضفق للايه؟ للرؤوس، للفرو. وبالتالي ان شاء الله باذن الله هيروح موضوع الصلع ده او التساقط اللي عند حضرتك. وطبعا انتوا اكيد بتغسل، بالنسبه للرجاله بيغسلوا الشعر كل يوم كل يوم، ده مش كويس، واستعمال الشامبو كل يوم برده مش كويس. وعايزه اقول حاجه مهمه جدا، بعض الناس بتستعمل الشامبو مثلا ما عجبهاش او ما فبتغيره كل شويه، ده شيء مش كويس جدا. انا بستعمل شامبو خلاص شعري بياخد عليه، بيقعد فتره يتسقط على بال ما بياخد عليه، خلاص ابتدى يبقى كويس، بروح اغيره يرجع تاني الشعر يسوق. لا انا ما اعملش كده طبعا، لازم استعمل شامبو يبقى هو شامبو خلاص على طول معايا، شعري خد عليه اتكيف عليه خلاص، يبقى ما غيرهوش. برضو البلسم كذلك، زي ما قلت البلسم يتشطف جدا بعد، والشامبو يتشطف جدا. المساج ضروري جدا للي عندهم تساقط في الشعر، لازم لان اذا ما كانش موضوع الانيميا هيبقى حالة تانية نفسية، وإذا ما كانش حالة نفسية يبقى الشعر محتاج إن هو يتغذى برضو، إن احنا في الخضروات كتير جدا لازم ناكلها، فواكه كتير جدا، نركز على فيتامين ه ودال وب، دول حاجات موجودة كلها في الخضروات ومفيدة للبشرة وللشعر. وبعدين الشعر ده مادة كرياتين، احنا عارفين ان هو مادة الشعر والاظافر والرموش والحواجب دي مادة كرياتين، لازم تتغذى، من الداخل ومن الخارج، والا الغلاف الكرياتيني اللي عليها لو اتقشر بيحصل عملية زي التقصف الشديد، والملمس يبقى خشن لان اتشال البروتين من عليه. تمام. الاستعمال الخاطئ بيشيل بروتين الشعر الطبيعي. طب في حضرتك زيوت حضرتك بتبقى بتبيعيها عندك في السنتر بتاعك؟ اي عايزين حضرتك توصفيها للناس، عملتيها ازاي وتركيبتها من ايه؟ يعني ده مهم جدا للمشاهد. ماشي. هو طبعا اكيد سر المهنه يا ريم. يعني بنستاذن حضرتك طبعا ان يعني حاجات طبيعيه، المشاهدين عايزين حاجه طبيعيه. زي الاستاذ طارق لما اتصل قال لك ايه؟ قال لك ان هو تعب من الحاجات الكتير الغاليه ونتيجتها مش كويسه، طب احنا نقدم بقى حاجه طبيعيه وبسعر كويس. والله هو طبعا انا زي ما انا قلت ان احنا نختبر الحاجه بالسشوار زي ما قلنا، على اساس ان احنا هنعرف الزيوت دي دهنيه ولا لا، بتاذي ولا لا، ده الاختبار اللي احنا قلناه هيتعاملوا معاه. اما بالنسبه بقى للتركيبات، ممكن يكتبوا دلوقتي اقول لهم على تركيبه يعملوها، لو مش عايزين يجي ياخدوا الزيت، والزيت ده فيه 17 نوع من الزيت المفيده، وكلها زيوت طياره بتفيد الشعر. ايه مكوناته؟ مكوناته برضه مصرة تعرفي مكوناته يا ريم. علشان نقدمه للمشاهد. هو ان شاء الله انا ممكن اقول لك على اجزاء فيه. تمام. هو مكون فيه طبعا، انا بركز على الحاجات الموجوده في الطب النبوي، موجود فيه زيت حبه البركه، زيت اللوز، زيت الجرجير، زيت الشطه، زيت الحلبه، زيت اللهم صل على سيدنا محمد. طيب معلش، هو 17 نوع من الزيت. ونرجع تاني نكمل مكونات الزيت. اوكي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام.
والله حضرتك انا المدام بتاعتي صراحه والبنات بيروح عندها في السنتر، فكنت عايز اشكرها لان هي ادتهم زيت وبلسم انا استخدمته شخصيا بعمل ان هم معايا في شعري. فيعني صراحه يعني هي يعني مش مع الستات ومع الرجاله، فانا عايز يعني اشكرها جدا جدا، والموضوع جاب معانا نتيجه كويسه جدا. يعني حضرتك استعملت الزيت اللي الاستاذه ماما؟ انا صراحه لا انا اصلا بستخدم حاجات كتير بره، وكان عندي قشره جامده وكان عندي خشونه في شعري صراحه، لقيت المدام بتاعتي كانت جايبته فاخدت منه كده وحطيت، صراحه ظبط معايا وعمل نعومه جميله جدا، فانا شاكر ليها جدا جدا. وبصراحه انا شغال في موظف الكهرباء بعمل لها دعايه بين زمايلي كمان والله، لان حاجه جابت ايجابيه معايا ومع الجماعه بتوعي، وانا شاكر ليها. شكرا، ربنا يخليك يا استاذ عمار، بشكر حضرتك على اتصالك. انا بشكرك على الكلام الجميل ده، وان شاء الله بالشفاء ان شاء الله. هو راح عند حضرتك السنتر واخده وبالفعل نتيجته رائعه. اكيد هو في ناس كتير للاسف طبعا، انا مش هقدر افتكر كل الناس، لكن بالشفاء ان شاء الله، وربنا يعني مش عارفه اقول ايه بصراحه على الكلام الجميل اللي قاله. ان في مسابقه هتعلني عنها للجمهور. المسابقه هتبقى مسابقه دينيه ان شاء الله. وكل اول 10 اجوبة على اكونت ان شاء الله هيفوزوا بحاجات جميله في المحل عندي، تبقى مفاجأة بقى إن شاء الله. إن شاء الله. والسؤال هيكون سؤال ديني، تحبي أقوله دلوقتي؟ طبعا حضرتك اتفضلي. بالنسبة للسؤال هيكون أول سيدة دخلت الإسلام. يبقى سؤال أول المسابقة سيدة دخلت إيه هي الإسلام؟ أول امرأة دخلت الإسلام؟ دي مسابقة خاصة بالأستاذة مها، وأول 10 أكاونت هيجاوبوا عليه هيكون ليهم هدية مقدمة من الأستاذة مها من السنتر بتاعها. وهنا في كتاب كمان نسينا نقوله يا ريم، على الكتاب عندي انا بدي للعروسه اللي بتجيلي هديه علشان تتعرف على بشرتها وعلى شعرها، واي مشكله عندها بتصادفها بالنسبه للبشره او بالنسبه للشعر يعني هتلاقيها جوه الكتاب، مش هتحتاج اي حاجه تانية. ممكن تعمل الماسك جوه الكتاب، وممكن تعمل حاجه لشعرها او حاجه لبشرتها، ما فيش اي مشكله في كل حاجه، كل ما يخص المراه في التجميل. وانا سميته سر الانوثه والجمال مع مها السكران. وهتاخدوا شركه كمان تنزله في جميع الدول ان شاء الله. باذن الله قريب خالص. وكمان بالنسبه للزيت برضه هيبقى متاح في كل الاماكن ان شاء الله، في الصيدليات الزيت ومحلول الحبوب. وانا بوجه دلوقتي لكل بنت فيها حبوب شباب. لسه هسال حضرتك تقدمي ايه نصايح للعروسه المقبله على الزواج؟ امتى تبتدي تشتغل معاكي في السنتر؟ والله انا دايما العروسه الصح اللي هي عايزه تتعالج صح، اذا كان في مشاكل عندها في شعرها او بشرتها، احب ان هي تيجي قبلها بشهر. ليه؟ هيبقى قدامها وقت طويل، وهو شهر مش طويل برضو، بس هو كويس بالنسبة ان هي تقدر تعالج لو في مشكلة في بشرة، ولو في مشكلة في شعر، لو في تساقط انا جديرة بإذن الله انه يتشال بدون مواد كيماوية. لو في مشكلة مثلا بقع، حروق شمسية، كلف نمش، في بنات كتير بتجيب فيها طبعاً. كلف نمش، حروق شمسية طبعاً. للأسف تعرض للشمس، الشمس مفيدة جدا فترة الصباح، مفيدة جدا فترة الغروب، لكن الفترة اللي هي في الظهيرة الشمس بتبقى عمودية، وده طبعا بتبقى مشكلة جدا للبشرة، وخصوصا في بنات بتحط كريمات طبعا مش موثوق فيها وحاجات مش مظبوطة، فللأسف بتؤدي نتائج سلبية، وتتفاعل مع الشمس بتؤدي إلى بقع في البشرة. لكن حضرتك حابة ان كل الناس يرجعوا للطبيعة. طبعا طبعا طبعا، الطبيعة ربنا خلقها سبحانه وتعالى موجودة معانا، ليه نروح للكيماويات؟ وزمان كانوا بيتعاملوا بالحاجات دي؟ لا، كله كان بيتعامل من الطبيعه موجوده، الزراعه بيزرعوا حوالين البيت وحاجه جميله، حتى بتتنشقي اكسجين طبيعي. فين ده دلوقتي؟ لا، ما حدش بيهتم. ما فيش حد بيهتم للاسف. طيب تمام. استاذه مها، انا بشكر حضرتك النهارده على الحلقه اللي قدمتيها معايا، بشكر حضرتك جدا. وان شاء الله الثلاثاء القادم باذن الله استاذه مها السكران هتكمل معانا، بس هتتكلم عن التشققات للاطراف وخصوصا القدمين، وهتتكلم معانا على حاجه غريبه جدا، انها بتخلي في حاله تخسيس بدون معاناه وبدون مجهود للبطن وللارضيف. فاحنا ان شاء الله هنستنى حضرتك يا استاذه مها، بشكر حضرتك على وجودك معايا النهارده،
وبشكركم على متابعتكم لينا على قناة الصحة والجمال. أعدها وقدمها لكم ريم فرجاني، تحياتي، شكرا. انتظرونا كل يوم ثلاثاء مع خبيرة التجميل والعناية بالبشرة والشعر الأستاذة مها سكران، حصريا على قناة الصحة والجمال، وبرنامج أنوثتك وجمالك مع مها يأتيكم الساعة 2 ظهرا والإعادة